الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة، قال: باب الجنب يصافح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مصافح. نعم ماشي، هي تمشي في الاثنين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد ثقة ثبت الأمين. قال: حدثنا يحيى. مسدد يحيى بن سعيد القطان، يحيى هذا على الراجح أنه يحيى بن سعيد القطان، ها، سنة أبي داود، يحيى بن سعيد القطان. عن مسعر، يحيى بن سعيد القطان الثقة الثابت الأمين، وهذا هو قرين عبد الرحمن بن مهدي. يحيى بن سعيد القطان الذي جاء الثوري إلى ابن مهدي، قال له: ائتني بمن أدرسه، ففي طيلة الليل من العشاء إلى الفجر يدرسه بالأسانيد والمتون، حتى جاءه في مطلع الفجر عبد الرحمن المهدي، قال: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطان، وجدته شيطانا شدة الحفظ والإتقان. قال: عن مسعر. قال: عن مسعر. مسعر بن كدام من ثقات الأثبات. عن واصل. واصل بن عطاء. عن واصل بن من؟ واصل عن من؟ عن أبي وائل. عن أبي وائل. عن أبي وائل عن حذيفة. هو واصل بن عطاء. نعم. عن أبي وائل. من أبو وائل؟ من أبو وائل؟ ما مين اللي قال؟ ليش؟ من هو؟ ايه ايش قال؟ انا عارف انك لان انت مش منتبه. نعم، وهو من خيار التابعين. قال: عن حذيفة. حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة الذي صدق بداية أبيه على الصحابة، فما زالت البركة معه لما فعل ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب. فقال: إن المسلم ليس بنجس أو ليس بنجس. عن أهوى إليه ليسلم عليه. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى وبشر عن حميد. حميد هو حميد الطويل. نعم. عن بكر. عن أبي رافع. عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أم أبي رافع التابعي. عن أبي هريرة التابعي. نعم، من الثقات الأثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: لقياني رسول الله. هذا حديث أصله في الصحيحين، عندما قال كنت جنبا صح، فانخنست فانسللت. نعم. قال: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت إني كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر: حدثنا حميد، قال: حدثني بكر. بكر يا شيخ، جزاك الله خير. فهذا حديث عظيم، أيضا يبين لنا أدب الجنابة. إنسان إذا أن المسلم مهما أصيب حتى بالجنابة فإن الجنابة ليست نجاسة، وأن المؤمن على طهارته. وأن حذيفة رضي الله عنه قال بأن السلام عندما رأى أهوى إليه، يعني تزلف إليه، اقترب إليه، أراد أن يسلم عليه، فقال: إني جنب. يستعظم هذا الأمر كيف يمسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت: كنت أغتسل أنا النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فيقول: ابقي لي، تختلف الأيدي على الإناء فإن التلامس. ويعني أعظم ذلك ما سنبين مس النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاحبة الحيض إذا كانت حائضا. المسألة الأولى مسألة عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر في الطرقات ورأى الصحابة الأجلاء هو الذي يقترب إليهم، هو الذي يسلم عليهم ويصافحهم، هو الذي يسلم عليهم هو الذي يصافحهم. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان
بلسان الحال على حسن الخلق. وعظيم القدر عند الله جل في علاه هو أحسن الناس خلقا، كما قال الله جل وعلا إنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق سلم قالت خلقه كان خلقه القرآن. كان يبادر الناس، هو أعظم الناس قدرا، هو سيد الأنبياء، بل هو سيد الخلق أجمعين، هو الذي يصافح وهو الذي يمد يده ليصافح الصحابة. والعلماء يقولون من حسن من عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد لا يترك يده حتى يكون الآخر هو الذي يترك يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأى أحدا إلا وهش وبش في وجهه. وهذه من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتلطف بأصحابه وينظر إلى أصحابه، لا يكون عبوسا ما يكون هشا بشا بشوشا بأبي هو وأمي، واقترب من الجميع كأنهم سواسية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تفاوتت الدرجات لكن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال بأسرها يعني متساوية. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية الصغيرة تأخذ بيدي فيمشي معها حيثما أرادت، والمرأة العجوز يجلس بجانبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجتها، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في الطريق أهوى إليه، أراد أن يسلم على حذيفة، فاستعظم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه الأمر وقال إني جنب. وهذه المسألة الثانية، اعتقد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يجوز مس الجنب وأن الجنابة نجاسة، فلا يجوز له أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم أو يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه. وهذه فيها دلالتان، الدلالة الأولى جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان من حذيفة اجتهادا، كان من حذيفة اجتهادا، واجتهاد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الوحي يتنزل دلالة على تعظيم الاجتهاد، لا الذين يقلدون يقولون نحن مقلدة لا نستطيع أن نرتقي ونعمل. هذه المصيبة اللي احنا فيها في هذه الأعصار، الذين يريدون إماتة الاجتهاد، هذا أمر جلل. فلذلك كانوا يجتهدون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضعفت الآلة لكنها ليست معدومة، وإن ضعفت الآلة لكن ليست معدومة. فأبو بكر اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها الله يعمد أسد من أسد الله ينافح ويقاتل عن رسول الله ثم يعطيك سلبا، السلب لمن قتل. وأيضا وأقره وسلم، وأيضا عندما قال وسلم دعني أعبر هذه الرؤية، فهذا التعبير ما بالاجتهاد، وأقره وسلم على ذلك، وقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فكان اجتهادا، والاجتهادات كثيرة جدا. العسيف الرجل، حديث العسيف، الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأتي، ثم قال فسألت أهل العلم، فاجتهدوا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات كثير من الصحابة، لما اجتهد بلال وتوضأ ما ترك وضوءا إلا بالصلاة على تقصير عام، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال ماذا تفعل، ما أرجى الأعمال التي تفعلها، فإني أسمع ودفن عليك في الجنة. فباب الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الأدلة عليه وفيرة كثيرة جدا. فحذيفة رضي الله عنه ظن بأنه لا يجوز المسيح أن يمس أو يسلم على الجنوب، فخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه صحيح وقال سبحان الله إن المسلم لا ينجز كما سيأتي في الشرح. لكن أنت ترى هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم صافحه ومسه بأبي هو أمي على جواز مصافحة الجنوب، بل وجواز الاقتراب من المرأة الحائض، وهي أشد التلبس بالحيض أشد من التلبس بالجنابة. ولذلك عائشة كانت تعجب جدا، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع موضع فمي وهي تشرب أو تأكل، فيتتبع النبي صلى الله عليه وسلم موضعها فيشرب وهي حائض. قالت تعرقت عرقا ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ موضع فمي وأخذ يأكل منه بأبي هو وأمي. وأيضا لما كانت أم سلمة في لحاف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فحدت فانسللت فمشيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالي أنفستي؟ قالت نعم. قال تعالي، فدعاني إلى الخميلة ونام بجانبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها حالة كونها حائضا، وكان يقرأ القرآن، وكانت تتعجب تقول إنه كان يقرأ القرآن على حجري وأنا حائض. ولذلك خالف اليهود النصارى، لأنهم كانوا إذا حاضت المرأة لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها، يعني في مكان. فهنا جاء الشرع بالعدل بأن هذه ليست نجاسة، وأن المسلم لا ينجز بحال من الأحوال. فإذا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بيّن أنه يجوز الجلوس مع الجنب، يجوز الكلام مع الجنب، يجوز مصافحة وملامسة الجنب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسلم لا ينجز. وهذه المسألة الثالثة، أن المسلم لا ينجس، وهذا حقيقة المسلم لا ينجس حيا بالإجماع، لا ينجس ثوبا ولا عرقا
ولا عظما ولا بدنا ولا شيء. المسلم على الطهارة، المسلم على الطهارة، كفى بنقاء عقيدته على إسلامه. فهو المسلم لا ينجس معنويا وحسيا، أما معنويا فاعتقاده أحسن الاعتقاد، واعتقاده في الله جل في علاه والاعتقاد الصحيح السديد هو توحيد الله جل في علاه، فهو طهارة معنوية بصحة الاعتقاد، وطهارة حسية بدنا فبدنه على الطهارة لا نجاسة فيه بحال من الأحوال، إلا إذا وقعت عليه نجاسة فهذا متنجس لابد أن يغسله وينتهي الأمر، كما قال الله تعالى وثيابك فطهر. لكن أصل البدن على الطهارة، الثوب على الطهارة، أصل العرق الذي يتعرقه الإنسان أيضا من على الطهارة، ليس بنجس. المخاط ليس على النجاسة، لقوله السلام إن المؤمن لا ينجس، وهذا بالإجماع، واختلفوا فيه ميتا، فهذا اتفاق فيه حيا واختلفوا فيه ميتا. فكثير من العلماء جماهير السلف والخلف يرونه طاهرا حيا وميتا، والبعض يرى بأن النجاسة في تحلل الجسد، وفي بأن الميت في تحلل الجسد، ويصل بذلك إلى النجاسة. وأنت ترى في كثير من المذاهب ما يتكلم فيها أن 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 حرمة الصلاة في المقابر من أجل إيش؟ النجاسة، من أجل النجاسة. والصحيح الراجح بأن الميت حيا أو الأدمي حيا وميتا على الطهارة، وهذا قد ورد بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا، وقال المي الأدمي قال هو طاهر حيا وميتا، أو قال المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا الراجح الصحيح. المسألة الرابعة في هذه المسائل أو الخامسة هي مسألة مفهوم المخالفة. لما احتج العلماء بأن المسلم، لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن سبحان الله المسلم لا ينجس، قالوا للحديث منطوق، المسلم لا ينجس والحديث مفهوم. والعجيب أن من قال بالمفهوم هم الذين يقولون أن المفهوم ليس بحجة، يعني الذين قالوا بالمفهوم هم من الظاهرية، ليس الأحناف، الظاهرية هم الذين يقولون ذلك، ويستدلون بآيات عن عمدة الإسلام ليس بالمفهوم. عمدة الإسلام عندهم هو إيش؟ الآية، الآية. هم يقولون المسلم لا ينجس إذا الكافر ينجس، واستدلوا على هذا استئناسا بالله بالحديث، استدلوا على ذلك بالآية بأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. قالوا إذا ويعضد ذلك مفهوم المخالفة، قال إن سبحان الله إن المسلم لا ينجس، وهذا الاستدلال فيه ما فيه من إيش؟ من المعاودات. فنحن أولا نقول بالنسبة للآية نرد على الآية ونرد على استدلالهم بالحديث، إنما استدلال بالآية إنما المشركون نجس، نقول نحن معكم إنما المشركون نجس كما قال الله جل في علاه، لكن عندنا نجاسة نجستان، نجاسة معنوية ونجاسة حسية، فهل الآية تقصد المعنيين أم لا؟ نقول الأصل العموم، إنما المشركون نجس على العموم، يبقى إذا نجاسة حسية ونجاسة معنوية، هذا على العموم. قلنا هذا صحيح، ولكن قد جاءت الأدلة التي خصصت عموم الآية. من هذه الأدلة هو أن الله قد أباح نساء أهل الكتاب، ونساء أهل الكتاب حل لكم. طب إذا أباح الله تعالى نساء أهل الكتاب وهن على النجاسة، فيها ما فيها من المشقة العظيمة التي تلحق بالمسلم، ولا بد إن قبلها يغتسل، لو سلم عليها يغسل يده، لو احتضنها يكون فيه ما فيه من النجاسة، وذهب إذا صلى صلاته باطلة، فالمشقة العظيمة الاستحق. وترى أن الله تعالى لما أحل ذلك وأباح ذلك دل ذلك على طهارته، لو كانت نجسة فإن الله جل في علاه لا يأمره بالزواج منها، لما؟ ممتاز، ها؟ حرمة إيش؟ نعم، أن الشرع جاء بحرمة مباشرة النجاسة، الشرع جاء بالتأصيل العام بحرمة مباشرة النجاسة، فلو كانت نجسة فإنه لا يباشرها إلا أن يباشر نجاسات، فكيف يبيح الله على المباشرة مع جاء تأصيل الشرع العام على عدم المباشرة. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب هو أن سلم قد أسر أسامة بن عزال، سمامة بن عزال، وربطه في سارية المجلس، في سارية المسجد أيام ثلاث، صحيح أو لا؟ لعدة، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما حله ما أمر بغسل المحل، وحتى ما أمر أحد بأنه إن مس أو يغسل يده أو يغسل أو يغسل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويكلمه، نعم، ولو كان ما أدخله أصالة ويمشي برجلي على المسجد فإنه ستنتقل وتنتشر النجاسة بمشيه في المسجد، وما ورد أنهم حملوه على الأعناق وبعدها ربطوه هكذا في الهواء، هذا ما حدث، وحتى لو كان السرية ستصير نجسة، فالحق أن الإنسان فعل ذلك دلالة على أنها ليست من النجاسة، فيكون المعنى الصحيح في هذا الباب أن النجاسة معنوية لا حسية. وأما الاستدلال بالحديث إنما المشركون نجس، السياق يخصص، لأن السياق على حذيفة وعلى من؟ وعلى أبي هريرة، السياق على حذيفة وعلى أبي هريرة،
فهذا السياق يدلك على أن الكلام بصفة كشيفة على المسلم، فيكون هنا على الغالب ليس له مفهوم، يكون هنا المسألة كصفة كشيفة على الغالب، لأن الكلام كان على الإسلام، على أبي هريرة وحذيفة وأمثال وأقران وأطراب هؤلاء، فتكون من باب الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، تكون من باب الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها. فيكون الصحيح في ذلك هو أن قول الله في علاه العمدة لهم في الأدلة، قول الله على إنما المشركون نرس وليس على النرس، هذا الرارح الصحيح في هذا الباب. فيكون المشركون على الطهارة إلا أن يرد الدلالة على النجاسة. هناك أدلة كثيرة جدا على أنهم على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل دعوة الكفار اليهود وأكل عندهم، صحيح، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم الزراع، فأكل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه يهودي على 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 خبز الشعير وأهالة سنخة وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأيضا توضأ من مزادة مشركة، كل ذلك دلالة على طهارة المشركين. وهذا حديث، هذه الأدلة أدلة واضحة باهرة قاهرة تبين لنا بأن نجاسة الكافر هي على النجاسة المعنوية وليس النجاسة الحسية. فيها أدلة أخرى، فيها مسائل أخرى، وهو المسألة الخامسة ولا كام؟ السادسة، أدب الصحابة. أدب الصحابة، تأدب حذيفة عندما أهوى عليه وسلم وبين حاله مع أنه يستحيى من أن يقول بذلك، لكن صرح بهذا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لما هو لم يسارع ولم يأتي إلى السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدب الصحابة أيضا ما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه، فقال فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم في طرق المدينة فانسللت فانخنست فذهبت فاغتسلت فأتيت. هنا الأدب الجم ليس للانخناس فقط، لا، الذهاب والاغتسال والمجيء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب معلوم من الصحابة. لذلك قال عروة، قال ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، ما تنخى ابن خيمة وقعت في يد أحد إلا ذلك بها ولا يحدون فيه النظر، فكانوا يعظمون صلى الله عليه وسلم ويوقرونه توقيرا عظيما. هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأدب الأدب مع الله والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، أنه أن رفع الجنابة ليس على الفور، أن رفع الجنابة ليس على الفور، لأنه كان جلوما ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيغتسل، بل لما قال له أبو هريرة إن خنست فذهبت فاغتسلت، فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس، لست على نجاسة. ولذلك رفع الجنابة ليس على الفور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دلالات واضحة جدا أيضا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام رجل جنوبا، قال نعم إذا توضأ، وما أمره أن يرفع الجنابة بالاغتسال. فرفع الجنابة ليس على الفور، وهذا الحديث دال على ذلك، بل رفع الجنابة على التراخي إلا إذا ضاق الوقت فوجب رفع الجنابة، إذا ضاق الوقت وأراد الصلاة وجب رفع الجنابة من أجل الصلاة، وجب رفع الجنابة من أجل الصلاة. الفوائد المستنبطة، أرقى الناس منزلة أحسنهم خلقا، وهذا تجده مع من؟ حذيفة وأبي هريرة، بل أعظمها من؟ المسلم الذي أهوى ليسلم، أهوى ليسلم. الفائدة الثانية، فضل الإسلام. لكن من وين هذا شيخ صبري؟ ممتاز، بأن المؤمن لا ينجس. شوف الكافر ده، إنما المشركون نجس، والإسلام شوف جعل الطهارة راقية، ارتقى بإسلامه طهره الله ظاهرا وباطنا، والحمد لله على نعمة الإسلام. فإذا ثالثة، توقير النبي واجب. هذه أخذت من فعل من؟ حذيفة، وقال يا رسول الله إني نجس، إني جنب، وأيضا أبو هريرة قال خنست بالجنابة، هذا من باب تعظيم وتوقير مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي البينة في عصرنا هذا، كيف يكون التوقير. والعلماء جيد، هذا لابد يقال، يعني لو عالم، لو واحد جنب ورأى العالم ينخلص عنه برضه، ها؟
إذا جلس ليدرس لا يكون على جنب بل يكون على طهارة، وهذا الذي فعله من فعله الأئمة. الإمام مالك كان يغتسل قبل أن يحدث بحديث النزل، وكان يأخذ البخور والعود والطيب ويتطيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن مسيب كان متكئا لما سئل عن حديثه وكان مريضا فقام، فقالوا لما تقوم؟ قال ما أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم متكئا أبدا، تعظيما للنبي. وهذا توقير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أيضا إذا كان الملقي لا يكون جنبا فمن باب أولى المستقبل الجالس لا يكون، لما؟ للمسجد أيضا، ولا يجوز الجنب أن يجلس في المسجد كما سيأتي الأمر. هذه الفائدة الثالثة. نعم، بهذا نقول انتهينا من هذا الباب.